مرحبا بملايين مشاهدينا بكل من يتابعنا ويتابع برنامج 7 على 7 الذي يأتيكم من الأحد للخميس المحمل بالمواضيع الجميلة والمتنوعة. وحين خلوني أمسي على زميلتي مروة. مروة يسعد لي مساك حبيبتي. يسعد مساك سهام ويسعد مساكم مشاهدينا وإن ما كنتوا تتابعونا عبر قناة ألف جير. اليوم في برنامج 7 على 7 بنكون وياكم في مواضيع متنوعة ومتعددة لين الساعة 8:30 أنا وسهام. أكيد وإحنا تعودنا دائما نطلع المشاهدين بأخبارنا ومواضيعنا المتنوعة. اليوم شو الخبر اللي بيكون معنا؟ هيئة جديدة يا سهام ترسخ روح التسامح المجتمعي. فأطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي الدورة الرابعة من جائزة منصور بن محمد للأفلام القصيرة واللي تنظمها الهيئة بشكل سنوي بهدف تشجيع فئة الشباب في الإمارات على الإبداع والابتكار ودمج المهارات التقنية والإعلامية للترويج لقيم ومبادئ حقوق الإنسان والتعريف بالقضايا اللي تهم أفراد المجتمع وتساهم في التوعية فيها. أكيد مشاهدين. وبدأت الهيئة في استلام مشاركات اعتبارا من أمس وحتى 7 نوفمبر المقبل حيث سيتم تقييم الأفلام المطابقة لشروط الجائزة تقنيا وفنيا من قبل لجنة تحكيم متخصصة لاختيار 3 فائزين. وسيحصل الفائز الأول ضمن كل محور على جائزة مالية قيمتها 30,000 درهم، أما الفائز الثاني فيحصل على جائزة قيمتها 20,000 درهم، والثالث كذلك على 15,000 درهم. بنشارك سهام؟ شو رأيك؟ يلا شو رأيك نساهم ها؟ يا سهام أنت بتسامي بالجوائز في الجو؟ لا أنت تقدرين تسامي لأن إذا بتشاركين معناته المشاركة، لكن بمجموع السامين بالدفع يعني. لا ما بنساهم، نحن بنشارك علشان نفوز إن شاء الله. نكمل الخبر. وتتمحور الجائزة هذا العام والمنطلقة من روح ومفاهيم عام التسامح حول 3 مواضيع رئيسة، هي الشباب وتعزيز ثقافة السلام وثقافات متعددة، قلب واحد، ونعم للجسور ولا للجدران. وقالت ميثا الشامسي المديرة التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع أن الجائزة أثبتت على الرغم من حداثتها نجاحها كقناة مبتكرة لرفع الوعي المجتمعي بقضايا حقوق الإنسان وتشجيع الشباب للتعبير عن هذه الحقوق من خلال توظيف مهاراتهم الإبداعية وأيضا الفنية. نعم مشاهدين. وأكدت الشامسي كذلك بأن الشباب اليوم يحظون بقدر أكبر من الوعي بأهمية التعددية الثقافية واحترام الآخر، ومما لا شك فيه أن مجتمع دولة الإمارات الحاضن لأكثر من 200 جنسية مختلفة ساهم بشكل كبير في صقل هذه الفكرة وفي ترسيخ روح التسامح المجتمعي بالتجربة، وذلك من خلال الاستقرار الذي ننعم به. واليوم تطرح الجائزة على الشباب سؤالا حول رؤيتهم ونظرتهم تقييمهم لما يمكن للتسامح مشاهدينا أن ينجزها على مستوى الفرد والمجتمع كذلك والدولة والعالم، وكيف يمكن له أن يأخذ الدول والشعوب إلى عالم أكثر استقرارا وسلاما. فعلا يا سهام. وأوضحت أيضا ميثا الشامسي أن الدورة الرابعة للجائزة بتشهد للمرة الأولى تشكيل لجنة تحكيم من شباب الجامعات أصحاب الاختصاص إضافة إلى لجنة تحكيم الجائزة، بحيث بيتولى هذه الشباب اختيار فيلم فائز عن كل محور يتم تقييمه من وجهة نظر المتلقين الشباب، وذلك إيمانا من الهيئة بأن الرسائل الموجهة لجيل الشباب تصاغ بشكل أفضل من قبل أقرانهم. أكيد مروة مشاهدينا. ويهدف المحور الأول للجائزة الشباب وتعزيز ثقافة السلام إلى طرح عديد من الأفكار، على رأسها أهمية ترسيخ ثقافة اللا عنف في حل المشكلات في المجتمع ونشر كذلك تعزيز ثقافة التسامح والسلام والاعتراف بالآخر، وأهمية كذلك الأخوة والتعاون والمشاركة المجتمعية. فعلا. أما المحور الثاني ثقافات متعددة قلب واحد، فيرتكز حول أهمية التنوع الثقافي والعادات والتقاليد في إثراء المجتمعات الإنسانية وأهمية الحوار والتسامح في التقريب والتواصل بين الشعوب والحق في الاختلاف وأهمية تقبل الرأي الآخر، وهو شيء وايد مهم أن نتقبل رأي الشخص الآخر. أكيد أكيد مشاهدين. أما المحور الثالث نعم للجسور لا للجدران، فيسعى إلى إبراز قصص من التراث الإنساني في التسامح وعرض قصص ملهمة من حياة الشعوب أو لشخصيات أو قادة ساهموا في نشر قيم التسامح. ويمكن للراغبين مشاهدينا بالمشاركة والاطلاع على شروط الجائزة، بيكون طبعا عن المزيد من المعلومات مشاهدينا على الموقع الإلكتروني بيكون في الهيئة على هيئة تنمية المجتمع، وطبعا الموقع ظاهر مثل ما تشوفونه على الشاشة. بتشاركين أنت حين قلتي كمساهمة ولا كتصوير فيلم؟
احاول يعني كتصوير. يعني ما شاء الله عليها مشاهدينا مروه عندها هوايه اصلا. بديتي تمثيل اتوقع مثلتي مره واحده صح؟ مثلت مره واحده ولكن احب بعد التصوير ولكن مع الايام ان شاء الله. يعني بنشوف ان شاء الله مشاركه ومشاركه بالمسابقه ممكن ان شاء الله. ان شاء الله اذا كان عندنا شويه وقت ان شاء الله بنستغل هذا الموضوع. كلنا طبعا نشجعها اكيد. مواضيع طبعا متنوعه بتكون بدايتها مروه معه بنكون مع اطلاق المرحله الاولى من برنامج المدارس الصحيه اكيد وختام منطقه الشارقه الطبيه مؤخرا حبلتها التوعيه من الانهاك الحراري وايضا اطلاق برنامج رياده الاعمال وعلوم التكنولوجيا في جامعه حمدان الذكيه وفعاليات قيض الخير بتكون بالموسم الثالث بنتكلم عن هذا البرنامج بعد اجتماع ابو ظبي للمناخ واخيرا وليس اخرا كيف تتجاوز الصعوبات في حياتك العلميه شو عندنا بعد اليوم يا سيهام؟ مواضيع وايدة ومتنوعة ما شاء الله فعلاً. مثل ما نتحب دائما المشاهدين ونبشرهم بالأخبار اللي تكون فعلا تبدين ولا أبدأ؟ لا بدي أنت يلا الإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج المدارس الصحية من قبل إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة نعم مشاهدين بيكون بدعم من رعاية من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة والمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الأستاذ إيمان التركي رئيس قسم البرامج لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الاعلى لشؤون الاسره بالشارقه. مرحبا بك استاذ ايمان نورتي البرنامج. يا حياكم الله. الله يعطيك العافيه. في البدايه خلينا نتكلم او تعطينا نبذه عن برنامج المدارس الصحيه. نعم. نحن ضمن مؤتمرنا اللي كان عقد في 2018 كان بتنظيم وشراكه مع منظمه الصحه العالميه احدى التوصيات اللي وصت فيها اللجنة المنظمة والقائمين على المؤتمر أن يجب أن يكون هناك استراتيجيات تعمل على تحسين البيئة المدرسية ومن ضمنها اللي هو برنامج المدارس الصحية الذي يعتبر أحد البرامج المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية. نعم. فنحن كإدارة طبعا حريصين أن نحن نطبق كل ما يهم مجتمع إمارة الشارقة وذلك وفقا لتوجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي حفظها الله. فقمنا نحن بمخاطبة منظمة الصحة العالمية والنظر في إمكانية تطبيق هذا البرنامج على مستوى إمارة الشارقة ولله الحمد نحن الآن في صدد وضع الأسس الخاصة بهذا البرنامج وتطبيقه فعليا على أرض الواقع كمدارس إمارة الشارقة تكون السباقة في تطبيق هذه المعايير إن شاء الله. أستاذة إيمان خبرينا عن المعايير والشروط المنصوص عليها من قبل المنظمة العالمية لإطلاق هذا البرنامج. نعم. البيئة المدرسية نحن لما نتكلم فيها تشمل عدة عوامل وعدة معايير مثل ما ذكرته. نعم. فمن هي عبارة عن 13 معيار راح يتم تقييم ومتابعة تطوير هذه المعايير لدى المدارس خلال مرحلة تطبيق البرنامج بدءا من إن شاء الله سبتمبر راح يكون في جلسات ودورات منظمة من قبل المختصين في منظمة الصحة العالمية لعرض هذه المعايير ولتشمل المبنى المدرسي خطة الاستجابة للطوارئ والأزمات الموجودة في المدرسة إذا كانت أي هناك سياسات خاصة بالمدارس الخالية من التدخين الصحة والسلامة من الإصابة الوقاية من الشمس وأيضا الوقاية من الأمراض المعدية بالإضافة لعنصرين هامين وهم التغذية السليمة والنشاط البدني وبرامج الكشف الدوري والتحصيل وغيرها من المعايير اللي سيتم متابعتها بشكل دقيق مع هذه المدارس. نعم. أستاذ إيمان كيف يعمل البرنامج ضمن إطار رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في 2021؟ طبعا ضمن الرؤية موجود إحدى الأهداف اللي هي تقليص أو تقليل نسب المصابين بالسمنه بين الاطفال خاصه لان في الاونه الاخيره ازدادت النسبه بين الاطفال مقارنه بالسنوات الماضيه. صحيح. فالعمل على وضع مثل هذه المعايير سيعمل ايضا على تحسين المستوى الصحي في الدوله وتحسين المستوى الصحي للاطفال واليافعين واسرهم ايضا. لان راح تنتقل المعرفه لهم. وايضا راح يعمل البرنامج على تحسين المستوى الغذائي والنشاط البدني لهم بما يعود بالمنفعه أكيد. على المصابين بالسمنه والى ذلك. اكيد. استاذه ايمان امنتوا بيئه خلنا نقول انها مثاليه للطالب واكيد هي المدرسه الصحيه. شو النتائج المتوقعه تتوقعين عقبها؟
وفقا للدراسات ووفقا للتجارب اللي حصلت في دول سابقة بدأت هالبرنامج، مثل المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، نعم، وعمان بدأوا بهذا البرنامج قبل سنوات، نعم، ولمسوا الأثر في التحصيل العلمي للطالب، وجدوا أن هذه المدارس إن اللي طبقت المعايير هذه وقامت بتطوير البيئة المدرسية، نعم، كانت بيئة محفزة ورفع من التحصيل العلمي لدى الطلاب. صار في استقطاب أكثر للمدارس هذه، الأهالي صاروا ينجذبون لهذه المدارس، نعم، بشكل أكثر، يثقون فيها أكثر، صحيح، لأن يعتبرونها بيئة مثالية لأبنائهم. فعلا أستاذة إيمان التركي، رئيس قسم البرامج لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والشارجة، شكرا لمداخلتك والمعلومات اللي زودتينا فيها، وإن شاء الله كل المدارس تكون صحية يا رب. آمين بإذن الله، ويجزاكم الله خير على الاستضافة. شكرا. مشاهدينا فاصل ورادين لبرنامج 7 على 7، خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا ورجعنا لكم، والحين بننتقل لإمارة الشارقة، حيث اختتمت منطقة الشارقة الطبية مؤخرا حملتها التوعية من الإنهاك الحراري، والتي استهدفت خلالها نحو 2500 عامل في المواقع الإنشائية والأعمال التي تتطلب تواجدهم في أماكن مفتوحة. بنتعرف أكثر على هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستديو الأستاذ محمد عبد الرحمن الجروان، مساعد مدير منطقة الشارقة الطبية. أهلا ومرحبا فيك. حياكم الله. يا أهلا وسهلا. خبرنا أستاذ عن الإنهاك الحراري، شو هو؟ بداية مثل ما ذكرت الأخت أن حملة الإنهاك أو الوقاية من الإنهاك الحراري، طبعا هذه الحملة للمرة الحالية 11 حملات تسبق هذه، واستهدفت الحملة عدد 3250 عامل تقريبا في المواقع الإنشائية، نعم، فركزت الفئة على العمال في المواقع الإنشائية، نعم. حقيقة حملة العطاء هذه، نحن نعتبر حملة العطاء، صحيح، هي من ثقافة العطاء اللي أرسى قواعدها وزرع بذورها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نعم، طيب الله ثراه، ونابع من اهتمام القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة لجميع فئات المجتمع وشرائح المجتمع، نعم، في جميع الأوجه، ودلالة على اهتمام وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة في منطقة الشارقة الطبية في السياسة الصحية، تطبيق السياسة الصحية على المجتمع. نعم. نعم. طيب أستاذ محمد، تكلمنا عن مخاطر الإصابة بالإنهاك الحراري، خلينا نتكلم عن هذه المخاطر. طبعا المخاطر هي تعتبر المخاطر أو الأعراض، مثلا، نعم، التعرق الشديد بفعل الإنهاك الحراري، بعض الأحيان الجفاف أظني. الجفاف، نعم، طبعا صدفة. التعرق يؤدي إلى الجفاف والصدفة، نعم، يصير في خلل في ضغط الدم، هبوط، نعم، ضغط الدم في وظائف الجسم الأخرى، وقد تؤدي إلى غيبوبة أو الإغماء. الإغماء، نعم، نعم، والإغماء في بعض الأحيان ممكن يضر، لأنه ممكن يطيح في شيء على شيء يعني قاسي أو يسبب له بعض الإصابات الخطيرة، صحيح؟ نعم، أستاذ؟ نعم، صحيح. ومشكلة إذا تم الإغماء في حالة أن الشخص يكون لحاله، نعم، مفرد، أكيد، يعني ما في حد وياه في الموقع، أو ما في نقطة إسعاف قريبة منه أو مستشفى أو لنقله، نعم، نعم. شو نقدر نسوي علشان نحد من موضوع أو نقدر نتجنب موضوع الإنهاك الحراري؟ وزارة الصحة ووقاية المجتمع طبعا بذل مجهود كبير في هذا الجانب بالتثقيف الصحي في مجال الإنهاك الحراري أو الوقاية من الإنهاك الحراري، تقديم الناشرات التوعوية، المحاضرات طبعا في الحملة، حملة الوقاية من الإنهاك الحراري اللي نفذتها منطقة الشارقة الطبية خلال الأيام الماضية، طبعا ركزت على موضوع التثقيف الصحي، جميل، والمحاضرات، وكانت المحاضرات بلغات عديدة، اللغة العربية طبعا، اللغة الإنجليزية، واللغة الأردو، نعم، لأن تعرفون معظم المواقع الإنشائية من الفئة الآسيوية اللي يتكلمون اللغة الأردو، صحيح، نعم. طيب المواقع اللي استهدفتوها بهذه الحملة، نعم، المواقع، عدة مواقع إنشائية، يعني في جهات حكومية، يعني تعرفين عمال موجودين في مواقع إنشائية، نعم، حكومية أو شبه حكومية زناهم، وفي أماكن متفرقة، يعني، نعم، في اليوم الأول
من الحملة. تقريبا الحملة كانت أول يوم 1000 عامل استهدفنا، واليوم الثاني كان 1000 عامل، اليوم الثالث حوالي 500 إلى 600 عامل. نعم. فإجماليهم 2600 عامل تقريبا. تجاوب العمال معاكم كيف كان مع هذه الحملة؟ العمال ما شاء الله يعني شو أقول لك، كانوا على مستوى رضا كبير. نعم. وطبعا لأن منطقة الشارقة الطبية هاي الحملة 11 تنفذها. نعم. فالعمال عندهم مثل ما تقولون تثقيف سابق في الموضوع هذا، فنحن أعطينا جرعات إضافية لهم، فكان في تجاوب كبير، كان رضا من قبل العمال. تعرفين سهلة الفهم، وحتى شركات اللي دائرة المواقع الإنشائية عطت لهم جرعات كبيرة من موضوع الوقاية من الانحراف الحراري. أستاذ، شو الأشياء اللي توفرت أو وفرتوها للعمال في مواقع اللي زرتوها؟ بداية الفحوصات الطبية طبعا. نعم. الأساسية، الضغط والسكري، صحة الفم والأسنان اللي هو فحص الفم والأسنان. السنة هذه تميزت الحملة بتقديم الفحوصات الجلدية للأمراض الجلدية أو مدى تأثر الجلد بفعل الانهاك الحراري أو الشمس، وكانت في معالجات بسيطة اللي هي عبارة عن مراهم وكريمات. بغض النظر عن هذا وزعنا المياه الباردة. نعم. السوائل، العصائر غيره، والملبوسات عبارة عن القبعة أو لحماية العمال. نعم. من الجفاف. نعم نعم. وشيء تميزنا فيه بعد اللي هو المنشفة التبريدية، هي عبارة عن فوطة أو منشفة مبللة تنقع في الماء لدقائق. نعم. وتستخدم ولها تأثير ما يقارب ساعة للعامل انه يبرد جسمه بفعل الفوره. هي اشياء، شوفي ردينا للاشياء البسيطه اللي هي المنشفه والماي علشان أكيد. من غير طبعا المعدات الشخصيه اللي هي معدات النظافه الشخصيه للعمال، سواء كان فرشات اسنان او معاجين او حلقه. خلينا نتكلم عن مخرجات هذه الحمله وطموحاتكم المستقبليه. نطمح طبعا، هذا طموحنا ان شاء الله. زياده عدد ايام الحمله. نعم. وزيادة الفئة المستهدفة سواء كانت عمال أو غيره، وزيادة عدد الفئة المستهدفة، وزيادة عدد المشاركين، لأن ما شاء الله المشاركين معنا السنة هذه من جهات الحكومية وجهات أخرى خاصة وأفراد متبرعين. ما شاء الله يعني المتبرعين كان لهم دور كبير، ونشكرهم جميعا على إنجاح الحملة. الحمد لله تحققت بالنجاح. أتوقع هاي حلو بعد هالحملة وتطبق على طلاب المدارس يشاركونكم في هالحملة. فعلاً. يعني لو كانت في وقت الدراسة يكون حلو إن يشاركون معاكم في هذه الحملة. طبعاً تعرفين الحملة. يعني. نعم. حملة الوقاية من الانهاك الحراري تنفذ في فترة الصيف. نعم. فترة الصيف غالباً الأطفال أو الطلبة يكونوا في المدارس أو على مشارف امتحانات. نعم. فشوي يمكن ما يناسبهم الوقت اللهم لك الأكثر. نعم. بل بالعكس يعني احنا لو طرحنا الفكرة عليهم في وقت آخر ممكن نلاقي إقبال كبير من قبلهم. في حملة الوقاية من الإنهاك الحراري، هل في نتائج لمستوها فعلا بعد 2500 عامل اللي حميتوهم واللي أكيد وفرتوا لهم الأشياء علشان تتجنبون الإنهاك الحراري لهم؟ طبعا بغض النظر عن تفهم الفئة ما شاء الله يعني كان عندهم التجاوب الكبير، لاحظنا انخفاض حالات الإصابة بالانهاك الحراري أو ضربات الشمس. نعم. تعبين دور الثقافة في الموضوع هذا يعني ساهم في إنجاح الحملة وخفض عدد المصابين. نعم. في مؤسسات إعلامية أو عبر التواصل الاجتماعي كان لها يعني بصمة في هذه الحملة؟ طبعاً مثل ما ذكرت دوائر حكومية حالية في إمارة الشارقة ودوائر خاصة يعني بدون ذكرها، لكن على أساس أن ما ننسى حد ونظلم حد. فما شاء الله الجميع أدى دوره بنجاح، وكان في تكاتف غريب وملافت للنظر من المؤسسات الحكومية والخاصة وحتى من الأفراد. نعم. وأنا أركز على الأفراد لأن ما شاء الله كانوا متبرعين متطوع من نفسه متطوعين متطوعين من قبلهم، فكان لهم مجهود خاص يعني في هذا. بالعكس يعني هذول هم بصمة بعد خاصة. أكيد أكيد بالأخير هو ميزان حسناتكم يعني. فعلا. الله يجزيك إن شاء الله. العافية. كلمة أخيرة توجهها للمشاهدين أستاذ. نتمنى إن شاء الله في الأيام القادمة يكون
تواصلنا مع الجهات الحكوميه اكبر من الحالي. طبعا في فعاليه الوقايه من هذا الحراري او سواء فعاليات اخرى أكيد. غير هذه اكيد الله. اكيد استاذ محمد عبد الرحمن الجروان مساعد مدير منطقه الشارقه الطبيه، شكرا على تواجدك اليوم معنا ببرنامج 7 على 7. نورتنا الله يسلمك. والحين بنصير بنروح لبرنامج الانشطه الطلابيه الصيفيه بتنظيم من مركز حمايه الدولي في الاداره العامه لمكافحه المخدرات. اكيد مشاهدينا بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم تحت شعار صيفنا امن وسعاده ابتكار وقياده، ذلك في 6 مراكز تدريبيه في دبي. ايش رايكم نتابع معكم هذا التقرير؟ يلا يلا. طبعا من منطلق الدور المجتمعي لشرطة دبي المتعودة دائما على أنها تكون متواجدة مع أبناء المجتمع في مختلف الشرائح، طبعا أطلقت بالأنشطة الطلابية الصيفية استوعبت خلال الفترة هذه أو في هذه السنة بالتحديد أكبر عدد، يعني عدد غير مسبوق عن السنوات السابقة، في ما يقارب يعني يتجاوز العدد 800 طالب موزعين على 6 مراكز مختلف المناطق الجغرافية في إمارة دبي حتى تسهل عملية المواصلات، المناطق تأخذ حقها، أولياء الأمور تكون عندهم سهولة في الوصول إلى المدارس هذه أو المناطق اللي فيها الأنشطة الطلابية. الأنشطة الطلابية مختلفة تتوزع بين تدريبات رياضية تدريبات العسكرية بالإضافة إلى تنمية الجانب الشخصية. طبعا الشرطة أو الأمن أو الجانب العسكري فيه جانب الشخصية مهم جدا، الشخصية القوية، الشخصية اللي عنده ثقة في نفسه، الشخصية اللي تهتم أيضا بالآخرين، عنده حس أمني عالي. هذه الجوانب مهمة جدا ونحن نركز عليها لأنه في النهاية أبنائنا، والثمانمية ليس الهدف 800 فقط، 800 وأثرهم اللي راح ينقلونه لزملائهم، لأخوانهم، لأشقائهم، لأقاربهم، لجيرانهم اللي ما قدروا أو ما تمكنوا من اللحاق بهذه الدورات. نحن نتمنى أن الأثر يكون أن يصل إن شاء الله الأثر بشكل سريع. الصيف فترة خطيرة جدا، فترة تتطلب من أولياء الأمور ومن الأسر ومن الأبناء استثمار الأوقات في صعوبة، لكن ممكن نحن نوصل على الأقل نسب جيدة من استثمار الوقت بالنسبة لأبنائنا. أول شيء أحب أشكر قيادة العامة لشرطة دبي على رأسه من اللواء عبد الله خليفة على البرنامج الصيفي هذا. الصراحة هالبرامج نحن نبغيها حتى من دوائر الحكومية الثانية أنها هي تكون تسوي هالبرامج تعطي الطلاب فرصة عن الفراغ اللي هم فيه. فشرطة دبي صراحة شاكرين لهم صراحة على هالبرنامج الممتاز. طبعا في فعاليات وايدة، يعني أنا عندي ولد على سبيل المثال، عندي ولد بدأ ما يكون هو يالس في هالوقت كله عنده شهر كامل يستفيد من هالبرامج الصيفية، يعني فيها برامج وايد حلوة. طبعا عندك الخيول، عندك الغواصة، عندك العسكرية، عندهم الانضباط، حتى الطالب بيطلع من عندهم بيكون يعني منضبط، يعرف العسكرية شو معناها بهالأعمار، يعني مستقبليا يكونون يعرفون شو معنات الانضباط عسب العسكرية فيها الانضباط البحت. يعني الانضباط من أهم الأشياء المفروض كلنا نتعلمها. أكيد صح، أكيد هذا لازم يكون أساساً مزروع في كل بيت إماراتي فعلاً. أنا أعتبر أو كل بيت في العالم فعلاً. الحين بنروح يا سهام ومشاهدينا لبرنامج ريادة الأعمال وعلوم التكنولوجيا. نعم. واللي أطلقتها جامعة حمدان بن محمد الذكية يوم الأحد الماضي، وذلك في إطار الشراكة الفاعلة مع جمعية توعية ورعاية الأحداث، وهو أكيد استكمالاً لمسيرة الإنجاز بناء قدرات صناع الغد. أكيد مشاهدينا المزيد من التفاصيل معنا في البرنامج أو في الاستوديو الدكتور سيف الجابري عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث. خلونا نرحبه. مرحبا بك دكتور، نورت البرنامج. حياكم الله. الله يعطيك العافية. السعادة نورتنا. حياكم. في البداية دكتور خلينا نتكلم عن الشراكة بين جامعة حمدان وبن محمد الذكية وجمعية توعية رعاية الأحداث.
أولا شاكرين ومقدرين لكم هذا التواصل الجميل. واجب علينا. جمعية رعاية الأحداث طبعا جمعية الحمد لله لها بصمات. لأن رئيس هذه الجمعية له بصمة وطنية في كل مكان. وهو معالي الفريق ضاحي خلفان التميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي. وبما أنه كذلك رئيس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، وضعنا حقيقة خطة برامج توعوية وبشراكة لنقل الطلاب من الحضانة المدرسية إلى شيء أعلى. وهم يتمنونهم صغار، وهي المبنى الجامعي أو المرحلة الجامعية أو يعيش في اتجاه جامعي. فلذلك لما نقول للطلاب أنك أنت بتشارك في جامعة حمدان يصير عنده ارتفاع ذاتي وقدرات مختلفة، فيرى بيئة غير بيئة المدرسة. فلذلك حقيقة برامجنا السابقة كلها كانت مع وزارة التربية والمدارس والجهات المعنية في كل صيف. هذا الصيف زدنا هذا التعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية لهذا البرامج. الحقيقة نريد منه الصغار يكونوا كبار على مستوى المراحل أكيد. الجامعية. نعم. إنزين شو الدور الاستراتيجي اللي يلعبه برنامج ريادة الأعمال وعلوم التكنولوجيا؟ هذا برنامج جديد. طبعا هذا البرنامج يمكن أول برنامج ما تفضل سعادة الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان على إطلاق هذا البرنامج. هذا البرنامج يعتبر أول برنامج في الشرق الأوسط نتبنى فيه فئات العمرية من 7 إلى 17 سنة. من خلال 4 محاور تركز على هؤلاء الطلاب بحيث نقلهم نقل أودلوجي وهم صغار، لحن نعرف اليوم العيال ما شاء الله عليهم في التكنولوجيا مرتفعة النسبة عندهم وحبهم للبناء والتركيب. فبدال ما نحن نخلي يشتغل في الهدم ويضيع وقته كله في برامج غير مفيدة، ننقله من خلال ريادة الأعمال والتكنولوجيا كيف هو يصير باكر رجل أعمال. جميل. وصار الحمد لله عندنا يعني قصة مماثلة يمكن قبل سنتين في برنامج مشابه ذكر حقيقة لنا دكتور منصور أن كانت في طفلة عمرها 10 سنوات كانت تعاني من مرض السكر في الأطفال. فحاولت كيف هي تكون تقاوم وتقدم شيء حق نفس المستوى اللي عندها من الطلاب أو الفئة العمرية بشيء جديد، فدخلت على هذا البرنامج وطورت نفسها بقوة فاعلية ودخلتها على جوجل. جوجل تبنوا مشروعها وأصبحت الآن بعد سنتين كم مستثمرة مع الدخل اللي يدخل على جوجل أكيد. يدخل لها فكرة وأصبحت أيضا ملهمة للعديد من الأطفال اللي في عمرها اللي عندهم أو مصابين في نفس المرض السكري. ملهمة ومبدعة ومبتكرة. فلذلك وضعنا هذا البرنامج في الحقيقة برنامج مكثف. نحن نعرف أن فترة صيف والفترة تعرفين كل الناس بتسافر وكذا أكيد. فوضعنا من يوم 7 إلى 17 خلال عمل خلال 10 أيام عمل من الأحد إلى الأربعاء، بحيث أن نعطي الطالب جرعات صيفية يشيلها معه أكيد. بحيث أن أنا أحول تفكيره من اللعب إلى اللعب المفيد اللعب المبدع. فلذلك حطينا هذا العنوان إدارة الأعمال، كيف أنت تدير معمل، كيف أنت تبتكر شيء، كيف أنت تفكر في أي شيء وأنت صغير ممكن تكبر معه. فكانت الفكرة أن أول شيء استغلال يعني وقت الطلاب، ثانيا نعطي جرعة حقيقة نلتمس فيها أبعاد أولياء الأمور واهتمامهم بأطفالهم. فحقيقة وجدنا أن المكان لا يستاسع. من أطلقنا البرنامج خلال 3 ساعات العدد اكتمل 100 طالب. عندنا 200 طالب ويتنج ليست في الاحتياط. معنى ذلك أن أصبحت الحمد لله نسبة الذكاء والفهم لأولياء الأمور عالية جدا لإدخال أولادهم هذه البرامج الهادفة. أكيد دكتور وش رأيك نتابع معكم مع المشاهدين هذا التقرير؟ يلا نعم خلنا نتابع إن شاء الله.
هدف الجمعية جمعية توعية ورعاة الأحداث هي شغل أوقات الفراغ في الصيف لأبنائنا. وجدنا أن أفضل حاجة أن نحن يعني ندخلهم بدورات ومهارات تساعدهم بحياتهم وك يعني البرمجة والمهارات في الذكاء الاصطناعي. وهذا حقيقة يعني المطلب الآن. دولتنا تتحدث عن استراتيجية للذكاء الاصطناعي، فلابد من إعداد أجيال قادرة على أن تكون قائمة بهذه المهمة، وبحيث نكون فعلا احنا في الذكاء الصناعي لنا يعني حضور كدولة ما لم نهيئ الآن الأطفال. ولهذا من عمر تقريبا 7 سنوات إلى 17 سنة الآن في دورة موجودة في جامعة حمدان يتعلمون كل هذه المهارات وكل هذه البرمجة، وفي نفس الوقت يعني ما تخليهم في وقت فراغ قد لا قدر الله يعني يكونون فيه يمارسون أشياء غير نافعة إذا صح التعبير. فالجمعية هدفها أن تخلق فرص للأبناء وتشغل هذا الوقت بما هو مفيد لهم كأطفال. طبعا هذا البرنامج تم طرحه من خلال جمعية توعية ورعاية الأحداث بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية. وكانت الفكرة دائما احنا جمعية توعية ورعاية الأحداث سباقة في شغل أوقات الفراغ بالنسبة للأبناء في العطل الصيفية، لأن احنا لاحظنا عندنا مشاكل أحيانا تحدث وقضايا لصغار السن بسبب الفراغ في الصيف ويعني عدم شغل أوقاتهم بما يكون فيه جوانب مفيدة وإيجابية للأبناء. فهذا البرنامج طبعا بيكون له أهداف يعني منظورة بشكل مباشر من خلال التطبيقات والمحتوى العلمي اللي معد لهذا البرنامج، وهناك كذلك أهداف يعني مستقبلية للأبناء، لأن اليوم احنا هدفنا الرئيسي تنمية القدرات الذهنية العليا للأبناء، وهي تنمية القدرات الذهنية العليا للأبناء تأتي من خلال تطبيقات البرنامج اللي صمم اليوم خصيصا للأبناء. دكتور سيف، بنرجع نتكلم عن البرنامج مرة ثانية. نعم. عن هذا البرنامج ما شاء الله نشوف معاكم شراكة، يعني شرطة دبي معاكم، أشخاص اللي شاركوا معاكم في هذا البرنامج. طبعا طال عمرك انت عارفة البرنامج دائما لازم حد يفكر. نعم. شراكة يعني جهة تفكر. نعم. وجهة تمول وجهة تنفذ. أكيد. فنحن الحمد لله طبعا دور جمعية توعية ورعاية الأحداث بما أن الحمد لله لها بصمات بالقيادة اللي فيها. نعم. مع مثلا معالي الفريق والزملاء القائمين على أعضاء الجمعية بأنهم دائما نبحث عن البديل. نعم. ومن كثر ثقة الجهات الراعية. جميل. بالبرامج أو بالبرامج تطرحها الجمعية تراها مكلفة. صحيح. يعني لا يظن الناس أنها يعني نحن كلفنا هذا الطفل الواحد. أكيد. ما يقارب مبلغ قريب 18,000 درهم. نعم. للشخص الواحد. فطبعا نحن نقدم الشكر الجزيل للخدمة الوطنية في خدمة أبناء الوطن. جميل. وطبعا الراعية لهذا البرنامج جمعية الاتحاد التعاونية في دبي، فطبعا كرعاية وطنية للبرامج وطنية هادفة حقيقة يعني تدفع مبالغ طائلة. أكيد. ونجد كذلك الشكر موصول لجامعة حمدان بن محمد الذكية أن هي توفر الفريق، يعني هؤلاء اللي جونا أول شيء المقيمين عالميين المدربين عالميين. نعم. يعني يتعاملون مع 100 طالب في مربع صغير، فأنت الحمل ثقيل لا يظن أنه يعني الأمر سهل. الوقت قصير. والوقت قصير. نعم. وأنت تريد تعمل مخرجات، المخرجات من هذا البرنامج الهادف أن نحن نسعى في تثقيف أولياء الأمور، وكذلك نوجد أطفال رجالات مستقبل. نعم. أن يعني كيف يقضي وقته بالصيف
نعدل له المسار الفكر بوصلة التفكير عند الطفل على حسب ما يوجه. فنحن في هذا البرنامج نوجه الأطفال في الحقيقة إلى ما هم يحبون من اللعب، مثل ماينكرافت لعبة الكل يحبها، ولكن يحبونها في وين؟ في قضية الهدم واللعب والهدر. فأنت لما توجه إلى قضية البناء، يبني أي شيء، يبني بيت، يبني برج، يبني مصنع، يبني سيارة، يبني طيارة، تخيل هذا لما يكبر معاه حب النمو والتميز، معنى ذلك أنه هو أنت حطيته على الاتجاه الصحيح. في المقابل أنت هنا توجه أولياء الأمور برسالة مهمة جدا، أن أو حطيت لأولادك منهاج آخر جديد، وأن هذا الطفل أو هذا الولد يعني له مستقبل. إضافة أن هذا البرنامج ليس عبث، برنامج عالمي. من مميزات هذا البرنامج كما أعلن عنها سعادة الأخ الدكتور منصور العور، أن جامعة حمدان بن محمد الذكية تعتمد هذا البرنامج كمساق. بكرة هذا الطالب اللي لو دخل جامعة حمدان بيحسب له هذا المساق. يعني من ضمن مخرجات التعليم عند جامعة حمدان هذه البرامج، بحيث إذا نحن وفر هذا الطالب من عمره وقت، بدل ما يتخرج مثلا في 4 سنين ممكن يتخرج في 3 سنين. ليش؟ لأنه أخذ البرامج هذه في جامعة معتمدة بشهادات عالمية، معنى أن هناك يعني الإدارة إدارة أكاديمية، مش إدارة ربحية فقط ونعطي شهادات، إنما هي أكاديميا معتمدة، وهي البرامج على مستوى عالي جدا. فلذلك خصصت على حسب العمر الزمني للطلاب، بحيث أن باكر الدورات الجاية ممكن الطالب يكبر مع هذه البرامج، حتى بالأخير بو 17 سنة لما يدش السنة اللي يخلص ثانوية ويدخل الجامعة، ممكن إذا دخل جامعة حمدان يحصل هاي المساقات سقطت عنه، معنى ذلك أنه هو تقدم بالعمر في التخرج. جميل. وهذا حقيقة ما نتسعى له جمعية توعية ورعاية الأحداث، أن نحن مش فقط ننظر الحدث، إنما كيف نحن نقوم الحدث قبل الحدث. أصلاً أنتم تحددون مسارة. مسارة. الطالب يقدر يحدد مسارة من خلال هالمهارة. أي نعم، عارفين لأن الحدث شو سبب انحرافة؟ أول حاجة الفراق الوقتي أو الفكري يخلي الطالب يبحث عن أي شيء. وخاصة في علوم التكنولوجيا اليوم ممكن يصير عنده أشياء كثيرة يدخلها. فهنا دور أولياء الأمور من خلال الطالب نحن نوعيه. يعني نقول له العب، ولكن عندك محاذير. أحد الطلاب في نهاية يعني كان يوم البرنامج الافتتاح يسأل سؤال حق الكبار، قال لهم أنتم منعتونا من اللعبة الفلانية ليش؟ نحن كلنا طبعا كبار ما نعرف حتى اللعبة شو هي هذه. فطبعا واحد من الأولاد أكبر أنا قام شرح الموضوع، فطبعا أهل الاختصاص جابوا وقالوا إن هذا بداية سليمة في نظركم، في نظر الشاب بداية سليمة، ولكن نهايته خطيرة. فلذلك نجد بعض البرامج تحجم والدولة تضع عليها إكس في عدم نشرها. صحيح. لأن مخرجاتها وايد يعني سلبية. نعم. على الشباب. أكيد. نعم. من الأشياء اللي لفتت نظري جوابك أستاذ، اللي هو أن الأطفال تعلمونهم يبنون. نعم. يبنون بيت، يبنون شركة، يبنون مدرسة، يبنون هذا الشيء. فهذا الشيء خلينا نقول أنه يقدر أنه يوقظ شيء في عقل الأطفال اللي هو جدا جميل، جانب إيجابي. نعم. في عقل الباطن أيضا أنه يتعلم أنه يبني. نعم. ليش طال عمرك تحططنا هذا الحن؟ حتى تشوفون العنوان ريادة الأعمال والتكنولوجيا، لأن الولد عنده فراغ يحب الخراب، يخرب دوره انه يعني نحن يكتشف من خلاله. هي الاكتشاف عقليته، انا ابغى اشوف شو داخل الورده هذه. صحيح. ابطل من تحت، فضول فانا ابغي اوكي بطلته ارجع اركبها مره ثانيه. هذا هو فعلا. أيوة. هذا ذكاء انه يوم يبطلها. نعم. اللي هو هذا نتكلم انا في شفنا احنا في البرنامج معالي الفريق قال الذكاء الاصطناعي، ان نحن نوصله الى مبتكر. من وين؟ أن نحن يعني في جمعية ثانية، جمعية توأمة مع جمعية رعاية الأحداث يرعاها معالي الفريق، وهي جمعية رعاية الموهوبين، جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، أن هي كذلك تبحث عن هاي الموهبة. فهاي ناتج أن ينا هؤلاء الشباب اللي يبناهم عبارهم نموذج، عندهم يعني قدرات فائقة. هنا البرنامج هذا بعد ذلك في اختبارات،
يعني بكرة نحن بيطلع لي ما هم الشطار منهم بيطلع يعني بيطلع لي ناتج أن هذا البرنامج مش عبث ولا هو تسلية. أنا ما بدفع على الطالب 118,000 يعني مبلغ هالكبر على 100 طالب أن في النهاية يطلع لي بلا شيء. طيب هني بنتكلم عن المخرجات هذه. نعم. المخرجات اللي بتعود بالفائدة على دولة الإمارات من خلال هذا البرنامج. المخرجات طبعا فائدة عظيمة جدا. أنتوا لو تشوفون حاليا ما شاء الله علماء الفضاء والمريخ واللي في شباب الإمارات واللي يصنعون المسبار الأمل من وين؟ هم تراهم كلهم مواطنين. صحيح. تم اكتشافهم من خلال المدارس والمراحل الأولى. صحيح. بحيث أن نحن للعلم أنا سبق تكلمنا أن مراحل الذكاء أن في دولة الإمارات مراحل متقدمة جدا في الاختبارات الذكاء العالمي. نمتلك أشياء كبيرة جدا. فالمردود طبعا أني أنا لما ياتون عندي مثلا 40-50 طالب عقليته فائقة في التكنولوجيا وردة الأعمال إذن أنا بكون حاضر له. نعم. والجهات الأخرى الدائمة بتكون حاضنة له وكذلك كل مؤسسات الدولة بكرة تبحث عن هؤلاء. أكيد. الشباب. أكيد. من خلال طبعا إيش هذا البرنامج مش فائقة بعد نقول يفوق. نعم. التوقعات. نعم. أكيد. لهذا السبب يعني الحرص على هذه البرامج وحقيقة من خلال تلفزيونكم نوجه أولياء الأمور يعني احتضنوا عيالكم بالصيف. صح. احتضنوهم لأنهم مبدعين. أكيد. عندهم إبداع. أكيد. لا تتركه أنت يلعب كل الوقت ولكن وجهه إلى هو ما هو مفيد. يستثمر وقته في شيء مفيد. أكيد. إلى المسار الصح. أكيد. دكتور سيف الجابري عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث شكرا على تواجدك اليوم معنا برنامج 7 على 7. حياكم الله. شكر موصول لكم. نورتنا. جزاكم الله خير. حياكم الله. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم فقراتنا لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7 والحين بنروح لفعاليات قيض الخير في الموسم الثالث بتنظيم من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الفجيرة للتنمية للمناطق وذلك في مختلف المجالس المجتمعية مثل أوحلة والسيجي وحبحب انطلاقا من 16 يوليو الجاري. وأكيد وين يا سهام الروحي؟ أكيد. والحين بنتعرف أكثر مشاهدينا عن هذه الفعالية مع الأستاذ أمل الحساني رئيس قسم الاتصال المؤسسي في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. مرحبا بك استاذ ونورت البرنامج. نسيب النور والسرور عليكم سهام ومروة. مساء السعيد. مساء السعيد. خلينا استاذ نتكلم عن فعاليات قيض الخير. تساعد مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق. نعم. والمجالس المجتمعية لإطلاق حزمة فعاليات قيض الخير للموسم الثالث على التوالي انطلاقا من استراتيجية المؤسسة ومسؤوليتها المجتمعية في تنمية قدرات الأطفال وتفعيل طاقاتهم الإبداعية بما يثري فراغ الطفل بالمتعة والفائدة طول العطلة الصيفية. نعم. أستاذ أمل خبرينا كيف تقومون بإحياء العادات والتقاليد في نفوس أبناء الجيل الحالي من خلال فعاليات قيض الخير؟ من خلال إشراك هذا الجيل في مختلف الأنشطة والمسابقات التراثية وتوعيتهم بملامح التراث الإماراتي ومفرداته وأساليب الحياة اللي كان اللي عاشها الأجداد في الماضي والدور الكبير اللي قام به والدنا زايد طيب الله تراه في بناء مسيرة الاتحاد. طبعا راح نعرفهم أكثر أيضا على من خلال حواراتنا معاهم بقيم التسامح والحوار وتقبل الأطفال اللي راح يشاركون الفعاليات من جنسيات مختلفة. أكيد. أستاذ أمل خلينا نتكلم عن البرامج والفعاليات والأفكار التي سيتم تقديمها في هذه الدورة. راح نقدم إن شاء الله سلسلة من الأنشطة الممتعة صممت خصيصا لهذا الموسم لأحبائنا الصغار بحيث توفر المتعة والفائدة ضمن بيئة آمنة تتنوع فيها الأنشطة التراثية والرياضية والمهارات الفنية وأيضا راح نستضيف شخصيات نعرفهم من خلالها بمهن المستقبل وتوجهات الدولة نحو العديد من المجالات مثل علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي هكذا. أستاذة أمل كيف تصقلون مواهب ومهارات الطفل من خلال هذه البرامج؟ طبعا مواهب أبنائنا يعتبر أمانة وطنية. صحيح. يجب علينا أن نحن نحسن استثمار هذه الطاقات والقدرات بالشكل الأمثل نكون قريبين منهم نتعرف على مواهبهم وميولهم وأيضا دورنا أن نشجعهم على المشاركة في مختلف البرامج الصيفية ونعطيهم الفرصة أنهم يعبرون. صحيح. عن قدراتهم وأنفسهم. نعم. كلمة أخيرة أستاذة أمل من خلال برنامجنا.
بالتزامن مع عام التسامح حابة أوجه دعوة لمختلف الجنسيات لكل أسرة تتابع هذه الشاشة المتميزة واللي متواجدين في إمارة الدير وبالتحديد في المناطق اللي تتواجد فيها المجالس المجتمعية في أوحالة والسيدي وحبحب أنهم يشاركون هذه الفعاليات ويستفيدوا منها أكيد. وشكر لكم أكيد على تواصلكم المستمر في تنظيم الفعاليات. تسلمي الله يعطيك العافية يا رب. أستاذ أمل حسان رئيس قسم الاتصال مؤسس بمؤسسة الجير الموارد الطبيعية، شكرا على تواجد معنا أو هذه المداخلة الجميلة عبر برنامج 7 على 7. الله يعطيك العافية. مشاهدينا وإلى موضوع آخر، المخيم الصيفي للرياضات البحرية في دورته الثالثة وذلك بتوجيهات من مجلس الشارقة الرياضي. صحيح، وأيضا كان بتنظيم من نادي الشارجة الدولي للرياضات البحرية تحت شعار عش حياة البحر على شاطئ مدينة خرفه كان في الفترة ما بين 6 إلى 13 يوليو الجاري. خلونا نشوف هذا التقرير ويا بعض. اليوم في مدينة خورفكان بناء وبناء على توجيهات مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية تم إعداد مخيم صيفي على الثالث على التوالي لعام 2019، والمخيم تحت شعار عش حياة البحر، ويهدف المخيم على قضاء وقت فراغ الأطفال إلى تعزيز قدراتهم البحرية وبناء علاقات جديدة خارج نطاق المدرسة وخارج نطاق العائلة. واليوم المخيم كان فيه إضافات جديدة على المخيم غير عن السنوات اللي طافت، ضفنا اليوم الغوص، تعلموا شيء جديد غير صيد السمك، وغير عندنا الطائرة، عندنا التجديف الحر والتجديف الأرضي والتدريب للتجديف. وابتدى المخيم من تاريخ 6 وإن شاء الله نهاية الان تاريخ 13، وإن شاء الله في مخيمات ثانية بتكون في الشارقة إن شاء الله من تاريخ 16 إلى 22 7 2019. أنا مشارك في المخيم الصيفي ولعبت اليوم الجيسكي والبنانا بوت، وأنا استمتعت مع المخيم الصيفي لأنه عرفني أشياء عن البحر ما كنت أنا أعرفها. تعلمت أشياء ما كنت أعرفها، وتعلمنا كيف ننقذ الناس من الشواطئ، وتعلمنا نركب الجيسكي، وبعدين تمينا نتعلم أشياء إحنا ما كنا نعرفها. حياكم الله مشاهدينا. مشاهدينا عندي سؤال حق مروة حبيبتي، إذا صارت معاك عثرة أو يعني تعثرتي أو صارت لك صعوبة واجهتك في أي مرحلة من مراحل حياتك، كيف تجاوزتيها أو كيف قدرت تتغلبي عليها؟ ثقتي برب العالمين أول شيء، أحس أن أقدر أتجاوز أي شيء، إيماني بأن الله موجود معي. تفكرين في النقطة؟ أفكر أول شيء في هذه النقطة وأقول أن هذا الوقت بيمضي. هذه أحسن مقولة وأكثر مبدأ في الحياة، أحس أن فعلاً أن هذا الوقت بيمضي. إذا كان حزن يوماً ما أو بعد فترة صغيرة أنه بيستوي. وتنطلقين وتكملين مسيرتك ولا تشوفين وراء أبداً. أكيد أكيد. مشاهدينا، كيف تتجاوز صعوبات في حياتك العملية، وكيف يسعى أي شخص في هذه الحياة طبعاً القيام بما يرغب فيه ويحقق الأحلام والطموحات والتي يسعى إليها ويخططها، بنتعرف عليها كيف؟ بنتعرف عليها ويا بعض مشاهدينا بالمهارات الشخصية والمهنية اللازمة للحياة العملية وكيفية التغلب على الفشل في الحياة العملية. نرحب ويا بعض بالأستاذ عبد الرحمن الرحماني، مدرب التنمية البشرية. هلا مرحبا فيك. حب نلقى السؤال أول شيء فعلا، لكن عيب الجواب صح؟ أكيد أكيد أكيد. يا ست راسك. يلا الحين السؤال حقك، كيف نتغلب؟ شوف، في البداية مساءكم سعادة وجمال، مساءكم حب وأناقة، مساءكم حلم قريب أن يتحقق. إيجابين في بداية مدرب تنمية بشرية. لازم نغير طاقة المكان شوي. لحظة، مدرب تنمية بشرية أكيد بتنشر الإيجابية ما شاء الله عليك. يعطيكم العافية. في بداية الأمر ننظر للموضوع من جانبين. نعم. إن كان الشخص واجه مشكلة معينة،
هل هذا الإنسان بينظر من جانب إيجابي أو سلبي؟ جميل. دائما احنا في حياتنا ننظر للأمور من جانب واحد فقط. صحيح. ننسى أن هذا الجانب ممكن هو حل المشكلة، فإحنا نحتاج دائما ننظر لزوايا مختلفة للمشكلة اللي تواجهنا. نعم. إن كان عائق، إن كان حتى شخص في حياتنا موجود، يمكن نحتاج نطلع هذا الشخص من دائرة حياتنا. صحيح. فإحنا نحتاج نحلل المشكلة نفسها عشان نوصل لحل ونتعدى هذه المرحلة هذه. نعم. فمثل ما قالت، الوقت بيعدي وما في مشكلة مرت في حياتنا إلا وعدت وراحت وتعلمنا منها. احنا دائما السهم إذا نبغى نطلقه نرد لورا، نتعلم من الماضي عشان ننطلق للمستقبل. جميل. صحيح. الله يعطيك العافيه. تفضلي تسالين؟ لا انت تفضلي اسالي. خذ واحد كذا. الفشل في الحياه العمليه استاذ عبد الرحمن؟ الفشل له جانبين، جانب ايجابي وجانب سلبي ايضا. ليش دائما مفهوم الفشل سلبي؟ سلبي دائما. نعم. الانسان الايجابي ينظر للفشل انه هو بدايه انطلاق في مرحله أكيد. الوصول الى حلم او وصول الى طموح او وصول الى هدف او مرحله في درب النجاح. الجانب الآخر اللي هو الجانب السلبي، اللي هو الناس يشوفونه فشل في مرحلة معينة من حياته. لكن السؤال، شو سبب الفشل هذا؟ هل هم الناس؟ هل هو الشخص نفسه؟ هل الأسباب اللي هو خلاها تي في حياته؟ لأن ما في شيء يقدر يدخل في حياتي إلا بموافقتي برغبتي. نعم. فدائما انظر لكل الأمور من جوانب مختلفة. حتى الفشل ممكن هو الطيحة هذه تعلمك شيء أنت تحتاجه لقدام. ودائما الثقة مثل ما قالت أختنا، الثقة بالله سبحانه وتعالى. أكيد. إن كل شيء راح يصير في حياتنا الله سبحانه وتعالى جل في علاه يجهزنا لشيء أكبر جدا. صحيح. أنا هذا من عبد الرحمن، تعقيبا على جوابك اللي خبرتنا عنه الحين، أن الفشل له جانب إيجابي. نعم. وله جانب سلبي، والشخص هو بإيجابيته يقدر يتخطى بالضبط. هذه المرحلة بالضبط. أنا دوم أقول أن الفشل هو محاولة نجاح. أكيد. علشان أقنع نفسي بإيجابية أن هي كانت محاولة نجاح. أكيد. وفشلت وبعيد الكرة وبنجح في النهاية. أكيد. حتى لو نفشل 100 مرة. صحيح. لو 1000 مرة. يمكن إحنا ندمنا على شيء محاولة في يمكن النهاية. هذا يعني في السابق كنا ندمنا في اللحظة، قلنا ليش يصير معانا بالضبط. لكن بعدين بعد سنوات نقول لا، هاي كانت أصلا تجهيز. صحيح. لشيء معين يعني. لشيء معين. بعض الأحيان كانت حماية من الله من بالضبط. أشياء بالضبط. ممكن كانت تصبح كارثية بالضبط. ولكن الله حمانا أن هذا الشيء أكيد انتهى أو أكيد تغير. أستاذ عبد الرحمن، أحيانا بعض الأشخاص يكون عارفين طبعا أسباب الفشل معهم، سواء من البيئة أو الأشخاص اللي حولهم أو كذا، ولكن مع هذا ما يحاولون يطردون هش الأشياء من حياتهم. هني أنت شو تقولها؟ الحياة قرار، الحياة فكر وقرار واختيار. جميل. تمام. أنت تحتاج تغير تفكيرك في البداية. أنت عارف الأسباب فليش ما تتغير؟ واضح الأسباب جدا. واضح الأسباب فليش ما تتغير؟ المشكلة فيك أنت كشخص. نعم. المشكلة مو في العوائق اللي موجودة حوالينك. هذا أول شيء. ثاني شيء، إذا ما كانت عندك الفكرة وأيضا الإرادة أنك أنت تتغير، فليش تطلب من الناس يتغيرون عشانك أنت؟ صحيح. أنت لازم تتغير لنفسك. صحيح. وفي الأخير راح توصل إلى مفترق طريق معين لازم تختار. فهل القرار يمين أو يسار؟ القرار في إيدك. فالحياة فكر وقرار واختيار. نعم. أستاذ عبد الرحمن، طبعا. أنا شخصيا أعاني من مشكلة الانفصام الأشخاص، المجتمع اللي هو شخص وايد سلبي. في الاحتكاك اليومي ما تقدر تقول له إيش حالك من سلبيته. الله ولكن في السوشيال ميديا كله إيجابية ويتحدث عن الإيجابية. ليش هذيل الأشخاص ما يقدرون أن يوافقون أو أن ما يقدرون يتغلبون عن الإحباط واليأس مع أن يتحدثون عنه ولكن ما يعملون فيه؟ أسألت سؤال واحد. نعم. إذا كنت مقتنعة بشيء معين أو فكرة معينة أو عندك شيء تبين توصلي له. نعم. وانت قاعدة 90 عشانه بتسوين إذا مقتنعة ولا لا؟ بسوي إذا مقتنعة. جميل. أكيد. حلو. الشخص إذا مو مقتنع تمام طبعا بيخالف واقع حياته. يوم الإنسان يتصنع شيء مو موجود في شخصيته، مهما طال الزمن بيجي الوقت اللي راح يطلع يعني الحقيقة. يقول ما عنده رضا ذاتي. اكيد. نعم. انت مع مقولة فاقد الشيء يتحدث عنه بكثرة؟ نعم. نعم. لكن بعد بحدود، بعد ما حدود عشان ما نظلم الناس. نعم. في نعم. بعض الاحيان صحيح الناس تبالغ في موضوع الإيجابية والحلم ويبتعدون عن في الواقع. في السوشيال ميديا خاصة. نعم. يبتعدون عن الواقع. هني يستوي خلل في اتزان حياتنا. احنا نحتاج اتزان حتى في فكرنا، في طموحنا، في اهدافنا، في ارادتنا. نعم. وبعض الاحيان اذا تكلمت عن الايجابيه ويت يعني كنت مثلا انا احيان اقول عن الايجابيه بس احيان حتى كومنت حزين بتشوف ردود المتابعين حقي على الحزين ويتركون الايجابيه. لا لا يكون حقهم انت ام الايجابيه كيف تكتبين كومنت حزين؟ ترى في مفترقات يعني. أكيد. في اشياء أكيد. وروح احيان طعم الحزن يعني او اذا حطيت انت هالعباره روح احس تعطيك طابع حلو بعد. بالضبط. مو شرط انك شخص سلبي. يعني تعليق على
هالموضوع أنا دائما أقول لهم إذا أنت ما حزنت ما بتعرف معنى السعادة. صحيح. إذا ما صحيح. بكيت ما بتعرف معنى الابتسامة. لأني أحاسيس. بالضبط بالضبط. إذا ما عرف ضد شيء ما بتعرف قيمته. أكيد. فلما أنت تطلب قيمة معينة أنت ما تعطيها نفسك كيف تطلبها من الناس؟ صحيح. أكيد. الرد لموضوع العمل خذتنا المواضيع مع الأستاذ عبد الرحمن. كيف خلينا نقول نسيت السؤال لحظة كيفية التخطيط للحياة العملية؟ شوفي في البداية لازم الإنسان يخطط لحياته بطريقة صحيحة، يبدأ من نفسه من الأساس. نعم. البداية أنت. فكرك لازم يتغير، الشيء مو سهل لكن يحتاج إرادة. في البداية نفسك. اثنين، الإنسان دائما أمثل أنه في دائرة معينة. جميل. هذه الدائرة أنت مركزها. نعم. فأنت شو اللي تبغى توصل له في هذه الحياة؟ تبغى توصل للاتزان، للإيجابية، للهدف، للطموح. شو اللي تبغى توصل له؟ أنت تحتاج ناس يعينونك على هذا الشيء. نعم. فاختار هؤلاء الناس ودخلهم في دائرتك. حلو. يقول عز وجل إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إحنا ما نقدر نعيش بدون بعض. أكيد. مهما كان الإنسان قوي يحتاج للناس عشان يكمل المشوار في بالنهاية الله مسخرنا لبعض عشان أيوه نخدم بالضبط. بعض كل شيء صحيح. نعم. أستاذ عبد الرحمن أول ما قعدت قلت أنا سهام أعرفها من أيام فزعي للتطوع. خلنا نتكلم عن التطوع وكيف غير في شخصية عبد الرحمن اللي خلاه ما شاء الله عليه يعني قدامنا الحين متحدث ومدرب تنمية بشرية. التطوع أنا متطوع من عمري 8 سنين. نعم. من أيام المدرسة. فالموقف اللي أنا أبدا ما أنساه في مجال التطوع شيبة في دار المسنين. نعم. قدم لي نصيحة وكنت قاعد مع الدكتور بارع من شوي وأقول له نفس الكلام. نعم. قال لي نصيحة حطها حلق في ذنك، لا يجيك يوم في حياتك عيالك يوقفون قدامك يسألونك أبوي أنت شو سويت في حياتك وما عندك رد ترد عليها. صحيح. هذا الشيء اللي خلاني استمر إلى الآن وعطاني دافع أني أكمل ودائما أذكر نفسي بهذه المرة وغير شخصيتي. أكيد وايد وأثر على حياتي الشخصية. جميل. وأيضا في مجال عملي في مجال تعاملي مع الناس أسلوب الحياة تغير عندي. صحيح. بمجرد القناعات لما تتغير أصعب شيء في الحياة تغير الفكر. فإذا أنت قدرت تتحكم لو بجزء بسيط من هذا الفكر أسلوب حياتك لا راح يتغير. أكيد المفروض نبدأ التغيير من أنفسنا بداية قبل تغيير بالضبط. العالم بالضبط. علشان نغير هنا. كيف نجدد الطاقة الإيجابية؟ ذكر نفسك دائما وادعم نفسك بالمصطلحات الإيجابية. نعم. حاوط نفسك بالناس الإيجابيين. نعم. كون مع الله سبحانه وتعالى دائما يعني الثقة مع أن الله سبحانه. نعم. وتعالى يجهزني لشيء أكبر شيء أفضل. إذا حب الله عبدا ابتلاه، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه روحها قمة من الإيجابين الله سبحانه وتعالى معك. وأنا عند ظن عبدي بي أيضا بالضبط. هذه أمور تعطي طاقة أخرى. أنا شعري موقف تمام. هذه الإيجابية لما تعطي الإنسان بهذه الطريقة لما يكون عنده هذه القناعات أن الله سبحانه وتعالى معاه دائما وغير الناس الإيجابيين اللي تعينه تكمل في هذا المشوار. وأيضا الثقافة وأسلوب الحياة والناس اللي تأخذ وتعطي معاهم برقي وبخلق محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح. الحمد لله. قبل شوي في غرفة المكياج كنت أقول حق مروة كنت أقولها عندي ولد يقول أنا طلعت على الدنيا أسمعت تقولي تفائلة وما أدري شو بس ما أشوف شيء تغير. ما أشوف نظرها بالجانب المادي إنه ما في شيء تغير. قلت له بس أنا أشوف نفسي بالعكس تغيرت وايد وأشياء أمور كثيرة صارت حقي. فهل عبارة يعني أنت وايد تفائلة بس ما أشوف فيه تغيير؟ والتغيير دائما يكون ملموس ولا غير مش ملموس؟ يكون ملموس لكن بعد فترة طويلة جدا. نعم. لأن كل شخص بيكون منشغل في ذاته. نعم. كل شخص يشوف وين سعادته وين الفرح اللي هو قاعد يدوره. هل هو بيشوف أمه هي سعيدة؟ نعم. هل هو في عمله؟ هل هو في نجاحه ووصوله لهدف معين هو ياس يطمح له؟ نعم. أنت تشوفين. نعم. التفاؤل بالكلمة وأنا لتطبيقك شيء. للشيء أنا بالضبط. أجيبه متغير شيء بالضبط لأن الشخص نفسه يلامس الشيء. أنت لما توصلين في حالة اتزان بينك وبين ذاتك هذا الشيء روحه يعطيك طاقة إيجابية. أكيد. جميلة. في بعض الأحيان تيجي فكرة معينة. صح. أو تصرف معين أنت سويتيه في فترة ماضية تبتسمين ابتسامة لا إرادية قلت مجنون ليش تبتسمي؟ صح. فلا في شيء رابط بيني وبين نفسي. صحيح. شيء إيجابي. وأنا اللي حبيت أنه يوم قال أنا طلعت وشوفت أنت بتفائل فحبيت فعلا. الحمد لله الطابع جميل موجود. طابع جميل موجود. شايف هالنقطة فيني الحمد لله. بالضبط. أستاذ عبد الرحمن أنا يوم أشوف أي شخص سلبي. هي. أهرب على طول. كيف نتعامل مع الأشخاص المصدرين للطاقة السلبية؟ يعني أنا ما أقدر أبني حواجز يوم أشوف حد مضايج أو أنه سلبي وايد توصلني هذه الطاقة. ما أقدر أسوي شو هي الحركة هذه تسكير الطاقة شو. المهم أنا يصدروا لي الطاقة السلبية كيف نقدر نتعامل معهم علشان في بعض الأحيان ممكن تكون علاقات مفروضة. صحيح. عليك ما تقدر أن أنت تغير المحيط كامل أو أن تتخلى عن هذه العلاقات. حلو زين.
اذا كان بالنسبه للعلاقات المفروضه الاهل ما نطلع من هذه الدائره. احنا ما نقول ان احنا هد اهلك وروح انا، لكن المجال اللي انت فيه في العمل، العمل نفسه، الطموح، الحلم، الرساله، تغيير الذات، الاتزان الداخلي، هذه امور خاصه فيك صحيح، خلها لنفسك. اذا قدرت توصل هذه الرساله للمحيط في محيط المنزل كان بها، ما قدرت التاثير راح يكون سلبا. انت واحد وهم 10، 10 طاقات ضد طاقه واحده. لكن انت شو اللي لازم تسوي؟ كمل في هذا الدرب لين توصل، اثبت ان هذه العقول كانت غلط ولازم تتغير. بهذه الطريقة ممكن نأثر في الناس السلبيين، لكن في النقاش مع هذه العقول مثل ما قلت يأثرون في طاقتك. أكيد. ففي بادئ الأمر الدائرة اللي قلنا عنها طلعي الناس السلبيين من حياتك. كيف نقدر نحمي أنفسنا من هذه الطاقة؟ يعني نبني حواجز بيننا وبين الشخص، ولكن نقدر نتعامل وياه ولكن مع حواجز. حطي حدود في 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 مواضيعك في النقاش معهم، في مجال العمل أيضا، في الأخذ والعطاء معهم، في أسلوبك في التعامل. نتحول لأشخاص صامتين. ما نقول صامتين، خذي وعطي، لأن تبى تنطوين على نفسك. إذا كانوا كل الناس حوالينك سلبيين راح تكوني روحك، ما في انسان يقدر يعيش. تكون عمليه في ردودها، ما تعطيهم، ما تعطيهم او ما تعطيهم المجال. في حدود السؤال والموضوع المطروح فقط، ما تعطيهم المجال. احفظي نفسك لنفسك، هو احسن شيء فعلا. يعني اذا تعرضتي لطاقه سلبيه او اشخاص سلبيين، فعلا اخر شيء تسوين معهم انك تكونين جدا رسميه معهم. مرحبا مرحبا، افضل تعامل، لان انت طريقه تعاملي صحيحه اني انا اكيد اكيد صح، لان انت تبين تكملين في مشوار صحيح. اكيد ما تحتاجين حد ياثر عليك. نعم اكيد. كيف بنرجع بنسال نفس السؤال تقريبا، كيف ننظف نفسنا من المشاعر السلبيه؟ شوفي في وايد اشياء احنا ممكن ننظف فيها هذه الاشياء. في البدايه لازم الانسان نقول الهاله تدخلون في الطاقه انت. انا حبيت الموضوع لا مع اشاره هاله ورده يا ورده. يحتاج الشخص يعرف نفسه، لازم الشخص يحلل المشكله اللي هو فيه، يحلل شخصيته. احنا دائما نستهين بالورقه والقلم، يعني دائما لما يجون ينصحوني يسالوني هذا السؤال، شو تنصحني وش اسوي اذا اتخلص عن بفكره معينه او اسلوب معين موجود في شخصيتي؟ الورقه والقلم، اكتب ايجابياتك وسلبياتك، اشتغل على نفسك بهذه الطريقه. في الاخير في اساسيات، انت انسان لازم تكون صادق مع نفسك في مجال التغيير، وتكون النيه صادقه لله سبحانه وتعالى في التغيير. لكن اذا انت جاي بتكتب اشياء مو موجوده في شخصيتك عشان تطغى الايجابيه على السلبيه، فانت تخدع نفسك. صحيح. انت اللي تبغى تتغير وطلبت نصيحه معينه، فاذا ما كنت واضح مع نفسك في تحليل شخصيتك ما راح تقدر تبدا اول خطوه في مجال التغيير. نعم، والبدايه اتوقع لازم يكتب نقاط القوه بالضبط، نقاط الضعف، لان دائما نبدا بالايجابيه، لاني ابغى اتغير لشيء ايجابي. اكيد استاذ عبد الرحمن، نورتنا وفعلا بثيت الطاقه الايجابيه وصارت الفقره كلها ضحك بضحك. الحمد لله. استاذ عبد الرحمن الرحماني مدرب تنميه بشريه، نورتنا في برنامج 7 على 7. شكرا لكم. وكل التوفيق لك، وشكرا على الطاقه الايجابيه اللي زودتنا فيها. شكرا. اختم بكلمه، تفضل. تذكر بان هذه الحياه عطية من الله، فعش الحياة كلها بحب وقدر قيمة الحياة، واعلم بأن سادة الدنيا هم من يعيشون السعادة عادة بحب الله تعالى. خلي قوي، خليك إيجابي وابتسم لتكون أنت كل شيء لكل شيء. وأنا بضم صوتي لصوتك، وأيضا سهام بضم صوتك. شكرا لك. صوتك لصوتك. موفقين مشاهدينا. فاصل سيعرض لكم لبرنامج 7 على 7، خليكم ويانا. حياكم الله مشاهدين بعد هذا الفاصل، وننتقل إلى العاصمة حيث بنسلط الضوء على أعمال اجتماع أبوظبي للمناخ الذي عقد مؤخرا في إمارة أبوظبي تحت تنظيم وزارة التغيير المناخي والبيئة، وبالتعاون كذلك مع منظمة الأمم المتحدة بمشاركة ما يزيد عن 1000 من الوزراء والمسؤولين من الممثلين رفيعي المستوى بهدف التحضير المتكامل لقمة الأمم المتحدة للمناخ والذي سيعقد في نيويورك في سبتمبر المقبل. بنتحدث بشكل مفصل أكثر مع ضيفنا الدكتور علي بن عوض العمودي مستشار التنمية المستدامة للأمم المتحدة. أهلا ومرحبا فيك. حياكم الله. يا مرحبا بكم والله. يا هلا وسهلا فيكم. نورنا دكتور. شكركم على الاستضافة الطيبة هذه. يا هلا فيك. يا مرحبا بكم. خبرنا عن أهمية الحد من التغيرات المناخية القادمة. نعم. حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الأمر أن ظاهرة الاحتباس الحراري، تغيير المناخي، الحقائق العلمية اللي والدراسات والتحاليل والاستكشافات اللي الآن تقوم فيها كثير من المنظمات الدولية تحتم أن المستقبل راح يكون أسوأ لو ظل على نفس المقياس أو نفس المعدل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
والتأثيرات الحرارية. نعم. فظاهرة التغيير المناخي حقيقة ظاهرة كلنا نشهدها، يعني ما كنا متعودين احنا على جيلنا على ايامنا. نعم. على ايام اجدادنا كانوا ما متعودين على هذه العواصف. صحيح. على هذه الظواهر اللي قاعد نشوفها من طبعا الفيضانات البركان اللي تحصل. نعم. اللي صار هنا عندكم في منطقة الفجيرة. نعم. قبل كم سنة طبعا العاصير البراكين. نعم. تغيير المناخية كلها هذه بسبب الظاهرة انها معدل الاحتباس الحراري، الانبعاثات الكربونية. نعم. اللي هي الغازات الدفيئة يسمونها جرين هاوس غازز، كل هذه حقيقة واقعية لأن صار الإنسان يزداد باستخدام الطاقة. نعم. معتمدين على الطاقة بشكل الكربونية، الطاقة اللي هم. نعم. اللي يسمونها الأحفورية. نعم. اللي هو النفط البنزين، هاي الأشياء كلها في حياتنا ما نستغنى عنها. أكيد. والصناعة طبعا زادت، عدد سكان زادوا، فهذه ما لم يكن في ضوابط اللي راح نتكلم عليها. نعم. ضوابط من قبل دول العالم. نعم. تحت إطار المنظمة الدولية راح تكون كوارث على الإنسان. أكيد. نعم. دكتور خلينا نتكلم عن هذه التغيرات المناخية وأثرها على الاقتصاد، اقتصاد الدولة. الحقيقة أن ما في شك أن التغيير المناخي. نعم. وتأثيراته على الجانب الاقتصادي وعلى طبعا الجانب المعيشي للإنسان. نعم. كبير بحيث أن المتغيرات أصبحت في حياتنا، أصبحت كثير من البلدان ظهرت عندها مع التغيير المناخي صارت حالة التصحر، حالة الانبعاثات أثرت على الزراعة، أثرت على الكائنات، ظهرت أنواع من الأمراض ما كنا ندركها من قبل عقد أو عقدين من الزمان. نعم. الأمراض الكثيرة، حمى الضنك، حمى الأشياء كثيرة، السرطان، كثير من الأشياء هذه كانت بسبب التغييرات وأثرت على الاقتصاد. نعم. وأثرت على معيشة الإنسان. نعم. في المجتمع. نعم. أستاذ، التحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون من أهم القضايا. نعم. اللي طرحتوها في أبوظبي، خبرنا. أي. عنها أكثر. إن شاء الله بداية بس عشان المشاهدين يتابعونا. نعم. هو اجتماع أبوظبي للمناخ كان اجتماع عالمي. نعم. بكل المقاييس. نعم. ونعتبرها تظاهرة وخارطة طريق، خارطة طريق لدول العالم أو يسمونها دول الأطراف لوضع استراتيجية قادمة في سبتمبر مثل ما أشرتوا. نعم. في تقريركم في سبتمبر في نيويورك هذا العام. نعم. هيكون مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، يجب العالم يراجعون بعد 5 سنوات طبعا من مؤتمر باريس في فرنسا في 2015، فيجب أن ينظرون الحين المعدلات لوين وصلنا، الظاهرة زادت يعني تسع سوء أكثر. نعم. وخصوصا الهاريكينز اللي يسمونها العواصف، التغيير المناخي اللي ما شهدت البشرية ولا كوكب الأرض على مدى قرون. فمثل ما تفضلت الحين المؤشرات هذه غير إيجابية، غير إيجابية. فمؤتمر سبتمبر اللي بيكون في نيويورك، وكان مؤتمر أبوظبي هذا. نعم. هو التمهيد له، يعني دول الأطراف الصانعين القرار اللي حضروا لدول للإمارات في 30 يونيو و 1 يوليو بما فيهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غريتس. طبعا كان بصراحة للإمارات تعتبر هذه يعني نقلة نوعية، إن دولة الإمارات لاهتماماتها بالتغيير المناخي. نعم. تحتضن هذا الاجتماع التمهيدي، هو عبارة عن رسم السياسات. نعم. ووضع يعني ملامح للقرارات التي يتناولونها في أجندة أعمال سبتمبر أو مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك. نعم. فكان اجتماع في غاية الأهمية. نعم. له. نعم. أكيد. دكتور علي، إذا تكلمنا عن منظومة تطوير المنظومة الزراعية وتأثيرها كذلك على الاقتصاد. نعم. أو على البيئة. ما في شك نحن الإنسان طبعا الأمن الغذائي مهم جدا. أكيد. في حياتنا. نعم. يعني الحين أصبحنا لا إنسان فعلا الزراعة هي المصدر الأساسي. نعم. للغذاء، وما لم كل دولة تضع في استراتيجيتها وفي ملامح أطرها التشريعية اللي هي الأمن الغذائي، دولة الإمارات من الدول اللي تبدأ نهج استراتيجي صحيح
فوضعت يعني منهجية واستراتيجية للأمن الغذائي. فالتغيير المناخي يؤثر على الزراعة بشكل كبير، أولا بالنسبة للمياه نفسها. عندما تصير في جفاف المياه، عندما تقل الأمطار أو تزيد الأمطار والسيول والأشياء هذه، كثير من الأراضي الزراعية والتربة الصالحة للزراعة يعني تنتهي أو تقرف صراحة. الشيء الثاني، كثير من المزروعات أو من الزراعة تتدمر نتيجة العواصف ونتيجة الرياح التي التغييرات المناخية كلها. فالزراعة تأثر على الإنسان بتغير بأشياء، عدم توفير له الغذاء. فيكون فيه اختلال في حاجة الإنسان للغذاء والمواد الغذائية، وحاجة الإنسان في الاستقرار، في أنه يكون في أمن وأمان. بس هذا أمن غذائي. خبرنا عن السعي نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ونشر ثقافة استخدام حلول الطاقة المتجددة محليا وعالميا. حقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول اللي لها بصمتها حقيقة في الاهتمام بالاقتصاد الأخضر. لأن الاقتصاد لماذا سموه الأخضر؟ لأنه يرتكز على أساس الموارد الطبيعية. الذي تستخدم الطاقة النظيفة، الطاقة المتجددة، المياه النظيفة، الموارد الطبيعية. فالاقتصاد الأخضر كان أول الاقتصاد بمعزل عن الاهتمام بالموارد الطبيعية. كان بمعزل عن التنمية المستدامة. اللي هي أصبحت الآن يعني مطلب أساسي في كل استراتيجيات الدول العالم، ودرجة إمارة وضعتها. فالاقتصاد الأخضر أصبح الحين زي ما يقولون ضرورة في حياة الدول العالم في استراتيجيتها. أنها منحة الاقتصاد الذي يبنى على الاهتمام بالموارد الطبيعية، تنميتها، تنمية الكادر البشري مثل ما تفضلت اليوم بحديثكم عن التنمية البشرية. في نفس الوقت عبد الرحمن الاستفادة من كل موارد أو مصادر الطاقة النظيفة هي المهم في توفير الطاقة المهمة. المياه نفس الشيء، إعادة تدوير المياه، النفايات إعادة تدويرها، أصبح هذا جانب في تدخل في الاقتصاد الأخضر. يعني أصبح اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية. أكيد دكتور علي، إذا تكلمنا عن تعزيز دور مشاركة الشباب وزيادة وعيهم الذي يكون في من أجل هذا المناخ أو بيئة مناخية صراحة وبيئية. الشيء الجميل اللي كان في مؤتمر اجتماع أبو ظبي للمناخ أنه جمعوا شباب من دول العالم كلها. يعني من أكثر من 35 دولة في تخصصات معينة كانوا؟ اختلفوا من الأكاديميين، مهنيين، شباب. الطلاب طبعا، وكانوا موجودين على بالمسرح. وكانوا يعملون ديالوج أو لقاء حديث مع الأمين العام أنطونيو غريتس. مع معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغيير المناخي والبيئة، وسعادة الأستاذة معالي شمة المزروعي. المرزوقي اللي هي كانت وزيرة الشباب. فالشباب هذول اللي كانت إنه هذه صورة الإمارات. لأنه الإمارات أطلقت مبادرة اسمها مبادرة شباب الإمارات للمناخ. هي يعني تنبثق من المبادرة العالمية التي أطلقتها الإمارات، وهي مبادرة الشباب العالمي للمناخ. فالاستراتيجية اللي وضعتها أو أطلقتها تهتم بأن الشباب يجب أن يكون في نوع من الوعي، يجب أن يكون في نوع من الرؤية. لأنه الشباب هذا بكرة هم قادة المستقبل. أكيد. هم القياديين اللي راح يكونون يعني لهم بصمتهم في التنمية وفي المستقبل. يعني دورهم هو وضع حلول بعد حلول. نعم. وكان جميل في هذاك الحوار اللي تم على مدى يمكن ساعة كاملة. هم يحاورون الأمين العام للأمم المتحدة شباب، وفي بعضهم صغار السن، يعني لا يتجاوز عمره من 18 سنة أو شيء. أي فكانت عندهم بدأت العقلية تتغير، بدأ في مفهوم الاهتمام بالتغيير المناخ والحد من الآثار السلبية للتغيير المناخي، بدأت في عقول الشباب. وهذه أنت كأي دولة ما تعتمد على الشباب للمستقبل فهي دولة قائمة لل. صحيح. شو الدور اللي تلعبه وزارة التغير المناخي والبيئة في التعامل مع التغيرات المناخية؟ حقيقة الأمر معالي الوزير وقدم له تحية كبيرة، الدكتور ثاني الزيودي وطاقم الوزارة كامل، والوزارة بحد ذاتها قائمة بواجب أن تضع
دولة الإمارات في مسافة دول متقدمة في في مجال التغيير المناخي. الاهتمام في ما يجري في العالم من متغيرات ونقل هذه التكنولوجيا والتقنيات إلى الإمارات، وفي نفس الوقت نعطي صورة للعالم ماذا قدمته دولة الإمارات. على سبيل المثال في نفس اليوم اللي 30 يونيو يوم المؤتمر، دشنت الإمارات أكبر محطة طاقة في العالم اللي اسمها نور أبو ظبي. نعم. أكبر طاقة شمسية في العالم. نعم. وزارة التغيير المناخي والبيئة تعطي للعالم صور كثيرة. دولة الإمارات من أكثر الدول متقدمة في الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة على مستوى 65 دولة في العالم، حوالي 100 مشروع في طاقة الرياح، طاقة المياه، طاقة الطاقة الشمسية. فدولة حقيقة وزارة التغيير المناخي تقوم بدور رائد في هذا المجال. الحمد لله. بما أنه بدولة الإمارات أكيد ما بنحصد غير المراكز الأولى. الدكتور علي بن عوض العمودي مستشار تنمية المستدامة للأمم المتحدة، شكراً لك اليوم معنا. حياكم الله، شكراً على الاستضافة الطيبة هذه، ولجميع الطاقم وللجنود المجهولين خلف الكواليس، ولكم أنتم خواتي. شكراً أختي أروى والسادة. حياكم الله. مشاهدينا وصلنا للختام، أتمنى إن شاء الله حلقتنا اليوم نالت إعجابكم. تريونا باكر في نفس الموعد في أمان الله. الله يحفظكم.